قبل أيام يقول لي أحد إخواني عن أحد إخواني وتلاميذي من سنوات طويلة منذ 20 سنة، قال لي الآن هو مصدوم بلا شك، يعيش آثار الصدمة. لقد قضى زهاء 15 سنة وهو يتبع شيخا صوفيا على أن هذا الشيخ كذا وكذا وكذا وكذا، وبعد 15 سنة إذا بالشيخ يتفتق أيها الإخوة، يتكشف عن نصاب كبير، دجال حقيقي، نصاب حقيقي أيها الإخوة. الرجل مصدوم، والرجل متعلم ومن أهل العلم الشرعي قبل حتى أن يتلمذ لي أيها الإخوة، والآن هو مصدوم تماما. خلق الله لنا عقلا وخلق لنا حسا سليما، علينا أن نستهديه لا إله إلا هو، علينا أن نبرأ من الحسابات والمصالح الضيقة، وأن نطلب دائما الحقيقة لذاتها أيها الإخوة، لذاتها. غضب من غضب، رضي من رضي، لا يعنينا هذا، المهم أن يرضى هو لا إله إلا هو. سنخسر أكبر الخسارة، ما هو هذا الخسارة الأكبر؟ سنخسر أن تكون لنا علاقة مباشرة حميمة وصادقة ونابضة وحية ومتكاملة ومترقية مع الله لا إله إلا هو، أجمل شيء في الوجود. لا معنى للوجود بغير هذه الحقيقة، بغير هذه الصلة أيها الإخوة، بغير هذه الوصلة نخسر هذا أيها الإخوة. لا نرى الصورة واضحة، نرى آلاف الأغباش والصور الزائفة الكاذبة دون ذلك، ونقضي حياتنا مسحوبين مسحوبين مأخوذين عن عقولنا وعن وجداناتنا وعن أرواحنا أيها الإخوة في ضلالات وتهويمات واستهامات باطلة. ابن الفرد في التائية وفي العينية، اقرأوا عينية ابن الفرد، اقرأوا تائيته، الرجل يرى أنه هو الذي أهلك الأقوام الأولى، وأن آدم هو الذي أرسل من قبله هو، وأن محمدا نطق بالنيابة عنه، أشياء فظيعة، الرجل يتحدث كأنه هو الله، بل هو الله ذاته. طيب ثم ماذا بعد هذا التجديف كله يا ابن الفرد، حين وضع جنبه أيها الإخوة في انتظار ملك الموت وأعوانه، وبدا له: اليوم كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشف الغطاء، نسأل الله حسن السلامة وحسن الختام، اللهم آمين. كشف الغطاء فإذا به يقول على عادته شعرا: إذا كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. راح كل كلام فارغ، طبعا كلام فارغ من الفرق، كله تجديف، هذا كلام فارغ. يبقى العبد عبدا والرب ربا. حين يقولون عن هذا الشيخ الصوفي القطب رحمة الله عليه إنه الملاذ والملجأ، وعلى لسانه يقول: من لجأ بنا استغنى بنا عن غيرنا أبدا، وأن الله أخذ العهد والميثاق على الخلق أجمعين، ليس على الأنبياء والمرسلين فقط، على الخلق أجمعين، وأولهم آدم. بماذا؟ بولاية ومكانة ومقام هذا الشيخ الولي العارف الكبير، حتى من محمد، أخذ العهد من محمد، أقر يا محمد وإلا يحبط عملك. في المقابل نجد عند هذه الصوفية، نجد عند الشيعة تماما يقولون في دواوينهم: الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق من آدم فهلم جرة، هكذا بهذا التعبير قالوا، من آدم فهلم جرة حتى محمد، أخذ العهد والميثاق عليهم. بماذا؟ بولاية وإمامة الأمير علي كرم الله وجهه عليه السلام، وعلى لسان محمد يقولون ويأفكون، قال: أخذ علي العهد لئن لم أبلغ ما أمرت به من ولاية الأمير لا يحبطن عملي. وعلى لسان الصادق عليه السلام أنه عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم 120 مرة 120 مرة، وفي كل معراج يؤخذ عليه العهد والميثاق ويشدد عليه ويحرج عليه في تبليغ ولاية الأمير، قال: ما لم يؤخذ عليه مثله في فرائض ولا سواها. 120 مرة، الله لا يشتغل إلا بهذه الحقيقة فقط. نعود إلى هؤلاء، نعود إلى الصوفية أو بعض الصوفية، عليك أن تستغيث بهم، وكلما استغثت بهم وجدت الغوث مباشرة. إن أردت الغوث تمشي 3 خطوات، انظروا الخرافات والأساطير والأكاذيب، والله تمشي 3 خطوات في اتجاه قبر الشيخ القطب هذا قدس الله سره، أنا لا أدري أين قبره، لا أدري كيف يتوجه لي، ولا في علم قبلة خاص بقبر الشيخ، ينبغي أن يوجد علم خاص بقبر الشيخ، تتوجه إلى قبره مثل الكعبة 3 خطوات، ثم تستغيث به: يا سيدي فلان أعطيني كذا كذا، يأتيك الغوث، أستغفر الله العظيم، يأتيك إيه الغوث، ولو ناديت عليه من حجر لأجابك، لأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن أيها الإخوة، ليس من عندي، يقولون هذا بالحرف،
يكون هو الأول والآخر. في المقابل نعود إلى الشيعة، نفس الشيء في خطبة تنسب إلى الإمام علي والإمام علي قسما به بمن رفع السماوات بغير عمد براء من هذا عليه السلام وكرم الله وجهه، براء من هذا الكفر الصراح والشرك الوقاح، أنه قال أنا وجه الله وأنا جنب الله، أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن، أستغفر الله العظيم. طبعا وأنه هو الذي أغرق قوم نوح وأخذ ثمود بالصيحة وفعل وفعل، هو علي فعل هذا، وعلي مخلوق أيها الإخوة لله كما محمد مخلوق، لكن محمد خلق من نور الله وخلق من نور محمد السماوات والأرض ومحمد أفضل منها، وعلي مخلوق من نور الله وخلق من نور علي العرش والكرسي، انتبهوا، أشرف السماوات والأرض وعلي أفضل منها، ما هذا الكلام؟ ما المراد بهذا الكلام؟ لذلك نجد علامة كبيرا مؤرخا وأديبا وجدليا مناظرا خصما ابن أبي الحديد شارح النهج، ماذا يقول في الإمام علي وكم له من تلون من مثل تلون الحرباء ابن أبي الحديد هذا؟ الآن من يفهم؟ من يفهم الحقيقة إلا أنها حقيقة شركية؟ هذا ما نفهمه حقيقة، نريد النمرقة الوسطى أيها الإخوة، نريد النمرقة الوسطى، نريد الجادة، لأننا لا يمكن أن نغامر بمستقبلنا الأبدي، لا يمكن، أنا لا أستطيع أن أتصور هذا، أن يغامر امرؤ بمستقبله الأبدي أيها الإخوة طلبا لأي شيء آخر، يفعلون هذا وليس مخاطرا بدينه كآمني. يقول ابن أبي الحديد يجل عن الأعراض والأين والمتى ويكبر عن مشابهته العناصر، أستغفر الله العظيم، من الذي يجل عن الأعراض والأين والمتى؟ المقولات التسع أيها الإخوة العرضية في المنطق الأرسطي، رب العزة، كل مخلوق كل حادث لا يجل عن هذه الأعراض أيها الإخوة أبدا، هو محل هذه الأعراض، قال إيه ويكبر أيضا عن مشابهة العناصر، الله أكبر، إذن هو ليس أي عنصرا، ليس استقصا ولو كان من ألطف الاستقصات كما يقول إيه فلاسفة المسلمين، إيه أبدا، ليس حتى هيولة أرسطية، هو شيء آخر، هو إلهي معدن إلهي. سرق الطوفي، ماذا يقول سرق الطوفي هذا الشيعي المؤله العلي المحترق، يقول أين من شك في خلافته ممن قيل إنه الله، استغفر الله العظيم. ولذلك من فرق الشيعة أيها الإخوة 24 فرقة معظمها على الإطلاق تقول بإلهية علي أو بأنه ذو طبيعة ثانوية كطبيعة بوذا والمسيح، حل اللاهوت في ناسوته وبعدين لا يمكن التمييز أيها الإخوة، تماما مثل النصارى مثل البوذيين، البوذيون قالوا هذا في بوذا، بوذا لم يعترف به، لم يتكلم، قالوا لا هو إله وحل اللاهوت بالناسوت فيه في بوذا، والآن له معابد ويعبد علي، قيل في هذا أو قيل في أبنائه أو بعض أبنائه كالصادق أو إسماعيل وهكذا، ابن الحنفية أيضا، لكن هذا بفضل الله لم يتفق شيء منه ولا قريب منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون بفضل ماذا؟ أنا أقول لكم بفضل شيء واحد، محفوظية القرآن، القرآن أكد بشكل واضح أن محمدا بشر يتعب ويمرض يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، وكما حي فإنه سيموت وقد مات أيها الإخوة، ولا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، وممنوع أن يحيل على الله دون إذن من الله، ما رأيكم؟ سأختم بهذه النقطة، الموضوعات متشاركة جدا جدا. ينسب إلى علي أيها الإخوة أنه قال وأوتيت ما لم يؤت أحد قبلي مثله، أوتيت المنايا، علم المنايا والبلايا والأسباب وفصل الخطاب، وما سبقني ما فاتني وما عزب عني علم، يعلم كل شيء. اقرأوا كتاب علم الإمام للشيخ محمد حسين المظفر رحمه الله من أمة الإمامية، لتقرأوا العقائد في علم الإمام، كيف هو علم الإمام، علم محيط بالجزئيات، استغفر الله العظيم. اليوم انتبهوا لماذا أنا انتخبت آيات النمل لكي أجعلها صدر الخطبة، وأسأل الله حسن التوفيق، أمن لأن هذه الأشياء كلها كانت وتكون قبل وبعد أن يكون هؤلاء جميعا بما فيهم محمد وعلي والصادق وموسى وعيسى وآدم والخلق أجمعين، أليس كذلك؟ متى وجد الإنسان نفسه أصلا؟ بعد ملايين السنين من إيجاد الكون، ما هو الإنسان؟ هذا المربوب التراب لرب الأرباب لا إله إلا هو، ما هو هذا؟ الله يقول أمن، انتبهوا، كل هذه الآيات تفقد دلالتها، لا معنى لها عند بعض الصوفية وعند بعض الشيعة، لا معنى لها، يقول لك يؤولون كل شيء، كل شيء قابل للتأويل العبثي، تأويل اللعب يسميه علماء الأصول والعقيدة، تأويل اللعب أنا أسميه تأويل الزندقة، أمن يجيب المضطر، يقول لك إيه الله، بس الله بعلي،
الله بالرفاعي، الله بابن مشيش، الله بالشاذلي، الله بي، استغفر الله العظيم. ما الذي يحصل يا جماعه؟ اذا لماذا يقول الله هذا؟ ما قيمه هذا البرهان ايها الاخوه؟ لان البوذيين سيقولون هذا، واتباعكم في الشوس، واتباع مهافيرا، واتباع كريشنا، اليس كذلك؟ القل سيقول هذا، النصارى يقولون هذا يا اخواني. ما الفرق اذا بيننا وبينهم؟ شيء عجيب. لذلك انتبهوا في اخر السياق المتساءل، امن 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 امن، ختمه الرب الجليل لا اله الا هو بقوله: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله. تعرفون لماذا؟ لان من لا يعلم غيوب السماوات والاراضي لا يمكن ان يكون الها، ولا كسر اله، ولا شطر اله، ولا شريكا مع اله، ولا ناطقا باسم الله كما يزعم او يزعم له. لا يمكن. ما ينطق، حتى الرسول ما ينطق الا بما انطقه الله به. الرسول لا يحيل على الله دون اذن من الله. قال له: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. عاقبه الله 15 يوما، وقيل اكثر وقيل اقل، لم ياته الجواب. قال له: لا. قال لي احد الاولياء الذين احسبهم ان شاء الله كذلك، والله حسيب لا يزكى على الله احد، وافتح مزدوجين لا يزكى على الله احد. اذكركم للمره ربما الخامس على المنبر بحديث ام السائب الذي اخرجه البخاري من حديث خارج ابن زيد ابن ثابت احد الفقهاء السبعه. قال: حدثتني ام العلاء وكانت امراه انصاريه من الانصار عفوا انصاريه، قالت: اقتسم المهاجرون قرعه. لما جاءوا وفدوا بالمدينه اقتسمهم الانصار بالقرعه، فطار لنا عثمان ابن مضعون، يعني طار لنا اي سهمه، تتحدث عن اسرتها، جاء في حصتنا يعني، فطار لنا لغه فصيحه عثمان ابن مضعون، فانزلناه في ابياتنا حتى اعتل العله التي توفي فيها. فلما توفي غسل وكفن في اثوابه. رجل زاهد فقد عينه في سبيل الله، وكان انسانا مترهبا متالها، قدس الله سره الكريم، الصحابي الجليل هذا. قالت: فقلت: هنيئا لك ابا السائب، شهادتي عليك ان الله اكرمك. صحابي ومهاجر وفقد عينه في سبيل الله وزاهد متقلل من الدنيا، فهنيئا لك، شهادتي عليك ان الله اكرمك. قالت: فقال لي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك ان الله اكرمه؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، بابي انت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ قال: اما عثمان فقد اتاه اليقين من ربه، ووالله اني لارجو له الخير، ووالله واني لرسول الله ما ادري ما يفعل بي. ولذلك يا اخواني لا يامر مكر الله الا القوم الكافرون. الرسول لم يكن ليامن مكر ربه صلى الله عليه وسلم ابدا. هذا هي المعرفه بالله. سئل شيخ الطائفتين ابو القاسم بن محمد الجنيد قدس الله سره: يا ابا القاسم، هل يزن العارف؟ فاطرق مليا ثم قال: نعم، وكان امر الله قدرا مقدورا. ممكن عارف، النبي معصوم، اما العارف غير معصوم يا حبيبي، العصمه للانبياء فقط والرسل. ممكن يزني، ممكن ينتهي شر نهايه. عودوا الى ايه الاعراف واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. من عارف بالله يعرف الاسم الاعظم الى كلب، بل اخسأ من كلب، مثله كمثل الكلب. ما بالكم كيف تحكمون؟ نعود ايها الاخوه. فقالت ام العلاء: فوالله لا ازكي احدا، اي اشهد لاحد، بعد الذي سمعت من رسول الله. قطع قلبي وقطع والله قلوبنا، اقسم بالله. لذلك قال لي هذا الولي كما اظنه ان شاء الله هو عند الظن الحسن، قال لي: يا بني، انا لا يسالني احد في شيء الا رجوت الله له فيه، لا امتنع، وقد اجر الله على يدي من الخوارق والعجائب الشيء الكثير جدا 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 بفضل الله، وهو لا يزال حيا، متع الله بطول عمره. فقلت له: لماذا يا سيدي؟ قال: لان الامر ليس لي ولا الي ولا مني ولا عندي، انا مجرد شحاذ متسول اسال الله لهم. الفعل هو الله. تخيل المعرفه بالله كيف، هذا عارف بالله. قال: لانني اذا قلت نعم تريد ان اشفي ابنك من الصداع او من الميجرين مثلا الشقيقه، استطيع. ماذا تستطيع؟ لا تستطيع انت، لا تستطيع. اما ان اشفيه من فالج او شلل نصفي او رباعي من 20 سنة، لا استطيع هذا. انت الان مشرك، لانك تحسب ان هذا الصغير تقدر عليه. من قال لك تقدر عليه؟ انت لا تقدر على ان تسقي نفسك شربا. والله احببت ان اذكركم في الخطبه السابقه بقصه لاخ الان هنا معكم في هذا المسجد، واسالوه، لكن لا احب ان افصح عن هويته. هذا الرجل الى الان اجريت له 22 عمليه جراحيه. تعلمون بسبب ماذا؟ بسبب لقمه واحده. حدثتكم مره، لقمة أكلها فيها بذرة، يقال بذرة وبذرة، هذه بذرة بذور بالزاي، بذرة من الفلفل، يقال فلفل وفلفل في الفصيح،
بذرة فلفل أو فلفل اخترقت الغشاء المخاط أيها الإخوة في المعى وبدأت تشق. 22 عملية جراحية هنا في مشافي فيينا. لا تستطيع شيئا، لا أنا ولا أنت والله لا نستطيع شيئا إلا بالله أيها الإخوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، على الله توكلنا. هكذا أيها الإخوة، هذا العارف يعرف هذا. لذلك أقول لكم انتبهوا، الذي أعلمه الله بعض الغيوب أو غيبا من الغيوب لا يستطيع أن يقول هو، ولا نقطع نحن على غيبه إنه يستطيع أن يعرف الغيب الفلاني أو غيب فلان، لا يستطيع. ما لم يعلمه الله لن يعلم. لذلك ما من ولي حقيقي يقول أنا أجيب الدعوات إلى الآن كما قال زكريا النبي ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإن شاء الله أنا الآن أدعوه وسيجيبني، لا يقول هذا، لا يمكن أن يقول هذا نبي أو ولي، وإنما يقول يا ربي أتوسل بحسن إنعامك وجميل إفضالك علي فيما مضى من عمري، فقد أسعدتني بإجابة دعوتي فلا تخلف العادة يا كريم يا وهاب، وهذا ظني بك. لكن أن تقول هو مستجاب الدعوة، لو دعا عليك لبه الله، أنت كاذب. لا تأمنوا مكر الله، هنا الفارق أيها الإخوة، هنا الفارق. أما أن يقال إنه الملجأ والملاذ وإنه قسيم الله بين الجنة والنار وأن إليه الحساب، فنعوذ بالله من الشرك الواضح الصراح.